في المنطلق الأول أن الفن رسالة للعالم بأن شعب فلسطين حاضر، شعب فلسطين متجذر في هذه الأرض، وله أيضا في أداء المقاومة كثير، منها الفن التشكيلي والفنون عامة ووسائل كثيرة أخرى. نحن نرى بأعمالهم هنا نواة لأن يكونوا فنانين في المستقبل القريب. معظمهم أعطوا بأدائهم الجميل والقوي تعبيرات فنية جميلة جدا. هنا نقول للعالم بأن الفنان الفلسطيني يعطي الكثير من الشباب حتى الكبار. فهذه طبعا تتنوع الأعمال بين أعمال واقعية، أعمال أيضا تحكي عن الوطن أو تتكلم عن الوطن بمقاومته للمحتل، وأيضا أعمال كثيرة. كل فنان له ميزة معينة في أدائه، تركنا المجال لهم بأن يعبروا عنها. عن هذا هؤلاء 50 فنانا عملوا بشكل جميل. اليوم العالمي هذا بتيح لنا فرصة كتير كبيرة وعظيمة اللي ما كانتش متاحة قبل هيك، إنه إحنا الشباب اللي طالعين لنا فرصة كتير كبيرة إنه إحنا نشارك لو بفكرة، لأنه إحنا الفنانين منوصل صوتنا بفرشتنا. رسوماتي رسمتين، رسمة بنت لها عندها نظرة أمل للمستقبل، بتحاكي شبابنا كلهم، شباب جيلنا اللي بيخلصوا بتخرجوا، اللي يعني بيستنوا في مستقبل أحسن في وضع البلد اللي احنا فيه هذا. ورسمة تانية، رسمة نهر ورسمة مركب، بتحاكي انه احنا بنتمنى نركب في المركب ونعدي الحياة اللي احنا فيها والوضع اللي احنا فيه، نوصل للصيد التاني لبر الامان. المعرض هذا اعطاني فرصة كتير كبيرة انه انا اشارك في فكرتي، وانا بفكر كمان انه أرسم رسومات تانية بتحاكي برضو عن القضية الفلسطينية. بالنسبة للوحاتي، اللوحة الأولى اللي هي تايجر بتضم عبارة عن الجرأة والشجاعة، بتجسد القوة في هذه اللوحة. اللي هي اللوحة الثانية اللي هي اليد بتمسك مفتاح باليد، عبارة عن بتجسد حق العودة، ونحن مجدرون في هذه الأرض رغم القيود ورغم الحصار اللي احنا فيه اللي بواجهه هذا الشعب الفلسطيني، اللي احنا متمسكين بحق العودة ولا يمكن انه نفرط بهذا الحق، لانه قلنا طالما احنا عايشين بهذه الأرض رح نضل ندافع عنها وبكل قوة ونضل صامدين لحتى نرجع حقنا هذا. وهذا عبارة المفتاح عن حق يتوارثه أجيال جيل بعد جيل، لا يمكن أن نفرط به. أوصل إيش أنا شعوري تجاهه
تضامني مع الوطن بوصل رسالة كبيرة على صعيد العالم داخل أو خارج. هذا إشي يعني ممتاز وإشي بشجعنا أكثر وبحفزنا أكثر لأنه نطور وننمي كمان مواهبنا أكثر في الرسم وشجعنا على الرسم أكثر.